طيب برضو واحنا بنتكلم في هذه الامور، هناك بعض الاخبار او شائعات بتتكلم عن خناقه ما بين محمد مجدي قفشه وكولر، ايضا بعض الاعلاميين تحدثوا عن محمد الشناوي. اي يعني عايزك تقول لي كل معلوماتك الدقيقه والصحيحه في هذا. في انا هقول لك معلومات في الامر ده، هتكلم عن وجهه نظري يعني. بالظبط كده. اولا محمد الشناوي من العيب على انك كلنا بدون استثناء، مش كان كصحفي او اي حد يعرف تاريخ محمد الشناوي، من العيب انك تقول على محمد الشناوي ان هو مش عايز يقعد احتياطي، ده معناه ادعاء الاصابه. من العيب انك تقول على محمد الشناوي لازم يتم عرضه على طبيب نفسي. اللي هقول لك عليه، انا هقول لك معلومات، محمد الشناوي عايز يلعب، محمد الشناوي عايز يلعب، بس محمد الشناوي مش عارف طبيعه الاصابه. متفقين. عارف طبيعه الاصابه طبعا اللي عنده. محمد الشناوي لما رجع، ودي بتحصل مع اي حد كان مصاب في الكتف بدنيا بيرجع، مش قوي لما بيرجع لازم بتجيله اصابه عضليه، حصل له اجهاد في عضله السمان، غاب 4 ايام ورجع التمرينه واحده بس قبل الماتش، تدريبه المستبعدين كمان، واتمرن تمرينه امبارح، فبالتالي من الصعب جدا انه يتواجد في المباراه اللي هي بتاعت النهارده. طيب هتقول لي ماتش بلديه المحل، انا هنا بقى مش معلومه، هنا انا لو انا وديني صحفي مش هلعب ماتش بلديه المحل. ليه؟ ارضيه ملعب المحل ارضيه صلبه جدا، وده واحد راجع من اصابه كتف، فانا لو رايي انا ما يلعبش ماتش بلديه المحل، لان صعب جدا الراجل ده لو نزل على كتفه في الارضيه الصلبه دي كذا. لكن تيجي تقول لمحمد الشناوي عامل مشكله، طيب بالعقل والمنطق لو محمد الشناوي عامل مشكله ازاي كان موجود وهو اللي بيتكلم مع اللعيبه، والنهارده تواصل مع اللعيبه ودي معلومه في المعسكر، واتكلم معاهم على مباراه الاتحاد دي، مش فرقه سهله، الاتحاد دي رابع دوري او بقت خامس من ضمن الانديه اللي عايزه تلعب، عندها طموح انها تلعب كونفدراليه. الاتحاد النهارده لو لا قدر الله كان كسب كان هيبقى هو الطرف اللي هو اكتر من الخناقه بتاعت انبو والمصري اللي شغالين فيها دلوقتي، كان هو بقى هيخلي انبو والمصري على جنب، وانا اللي عايز العب كونفدراليه، لان في خناقه دلوقتي دايره، وده في حاجه هيلعب كونفدراليه وكل واحد مطلع بيان. ده دلوقتي احنا وصلنا لمرحله من الهزل ان دلوقتي كل نادي بيقول لك انا اللي العب، يعني ما تعرفهاش ازاي. فكان النهارده الاتحاد لو كان كسب كان خلص الموضوع، فالاتحاد عنده طموح. النهارده كابتن محمد الشناوي هو اللي تواصل مع اللعيبه في المعسكر. طب هو لو راجل زعلان او مخنوق او حاجه زي كده هيتواصل مع اللعيبه ليه؟ محمد مجدي قفشه طبعا زعل انه ما بيلعبش ماتش مازيمبو، ما بيلعبش اساسي، وده شيء طبيعي جدا على فكره. لكن هل هناك تجاوز؟ هو ده الموضوع. لو في تجاوز، واحد بنوعيه مارسيل كولر كان حاطه النهارده في القايمه؟ مستحيل. واحد يطلع اعلامي يقول لك ايه؟ والله وانا اسف يعني لما اقول الكلام ده، يقول لك ان محمد مجدي قفشه جمع متعلقاته ومشي من النادي. طيب لو حضرتك بتتكلم يعني خاطب دلوقتي الجماهير ما بقوش الثمانينات والتسعينات يا كابتن اسلام، الناس دلوقتي السوشيال ميديا بتعرف تسرش وتعرف تعمل سيرش، ما بقاش زمن الثمانينات والتسعينات ان انا بكتب لك موضوع انت بتاخده كمتلقي ما عندكش اداه سيرش ولا اي دلاله تحقق من الموضوع. لما تيجي تخاطب واحد تقول له خد متعلقاته ومشي، طب فين فتره الانتقالات؟ احنا الدوري عندنا السنه دي ممكن يخلص في شهر 10. فمحمد مجدي قفشه هيمشي دلوقتي وهيسيب النادي، واحنا في شهر 5، هيقعد 5 شهور في بيتهم؟ هيقعد 5 شهور في بيتهم؟ يعني حتى لغه العقل لما تيجي تخاطب ناس خاطبهم بالعقل. طب تيجي تكلم انا اقعد 5 شهور في بيت اعمل ايه؟ طيب هل واحد زي محمد مجدي قفشه لما ياخد حاجته ويمشي هيتعاقب بقد ايه؟ وهو ده النادي الاهلي مؤسسه، بعد كده يقول لك اصل حسين الشحات مش عارف مين. طب يا جماعه هو في توقيت معين ان انا اوجه شائعات للنادي الاهلي في هذا التوقيت؟ اللي المفروض انا النادي المصري الوحيد اللي بوصل للمره الخامسه على صحيح. التوالي لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره السابعه في اخر 8 سنين، هو ده اللي يعني انا دلوقتي بتضغط للمباريات وبقول ماشي ما عنديش مشكله، لدرجه ان انا مثلا بتطلع ناس تقول لك الحقيقه كان مراعي دكتور ثابت ان الاهلي مؤجلات مباريات كتير جدا. طيب الفرق بين الاهلي والزمالك مباراه، الاهلي لعب كم بطوله زياده عن الزمالك؟ 2 ايه؟ لعب اثنين ثلاثه، لعب 3 بطولات زياده عن الزمالك. كاس السوبر المصري للابطال دي بطوله ما بقتش ماتش، كاس العالم للانديه والدوري الافريقي، الدوري الافريقي لو خد النقطه الرابعه، دوري ابطال افريقيا دور المجموعات الزمالك لعب مباريات منه ما لعبش غير مباراه بره الارض في 6 مباريات. احنا لعبنا الـ3 مباريات بره ملعبنا. الكلام ده يتحاسب على فكره، انت لما بتسافر بطياره الله طبعا كل ده بيتحسب. طب شوف كل اللي بقول لك عليه ده 3 بطولات وعندك ماتشات دوري المجموعات كلها اتلعبت بره وهو ما لعبش ولا مباراه، كل ده فرق مباراه في الدوري. فدلوقتي احنا وصلنا لمرحله انت بتخاطب، اقسم بالله الجمهور بيفهم اكتر من 80-90% من الناس اللي بتتكلم. انا بقول بمنتهى الامانه يعني جمهور الاهلي، وانت فاكر انت بتودي له المعلومه دي عشان يروح يقول لك ايه الدنيا بايظه في الفريق. طب النهارده جماهير النادي حتى لو كان عدد قليل كان موجود في الاستاد، هتفوا لخالد بيبو، هتفوا لمارسيل كولر، هتفوا للاعيبه فرد بما فيهم محمد مجدي قفشه اللي انت عايز تطلعه متمرد، بما فيهم عمرو السوليه اللي انت اللي ما كانش موجود في الملعب اصلا. الجماهير دلوقتي يا جماعه لما انت بتطلع عشان تتكلم لازم تفهم، ما بقاش الجمهور الثمانينات والتسعينات اللي انت بتوجه له محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي طول تاريخه ده كله
يا راجل ده كان بيلعب وهو مصاب، هيجي دلوقتي وهو بقى كابتن الفريق يعمل لك ان هو مصاب، يعني يدعي الاصابه عشان ما يلعبش؟ يعني حتى لو ما تخاطب لغه العقل، انا هنا بقول لك على معلومه بس، بقول لك بالمنطق وبالعقل محمد الشناوي مستحيل يعمل الكلام ده. انا معاك في كل هذا الكلام، ولكن وعلى فكره هذا الكلام يا كابتن اسامه انا مش بقوله على الاهلي بس، يعني انا نفسي برضه، بس هم كده كده ما بيتعملش مع الزمالك الكلام ده، يعني حتى لو الزمالك عنده حاجه دلوقتي اللي بيلعب نهائي الكونفدراليه المفروض برضه كل الناس تدعم الزمالك، نفس الموضوع نفس الامر برضه، رغم هم كده كده ما حدش بيجيب سيره الزمالك، بس انت لو الكلام ده الاشاعات هتوجه للزمالك انا هقول لك لا يا باشا، الزمالك لحد ما يخلص نهائي الكونفدراليه يعني خليك وراه، نفس المنطق على الاهلي خلينا على الزمالك برضه، رغم ان هي بطوله يعني ما فيهاش فرقه والامور فيها سهله والدنيا ماشيه، بس مش مشكله برضه خليك وراه، لكن انت موجه كل سهامك ده واحد طلع عياد العسقلاني، طب ومين قال لك ان الاهلي اتفاوض مع عياد العسقلاني؟ يعني وما بحبش اتكلم على لغه الكباري، طب وهو مين اللي اتكلم مع عياد العسقلاني؟ في مسؤول رسمي في الاهلي اتكلم صراحه او تلميح؟ انا بقى مش معاك في النقطه دي، عارف ليه؟ لانه انا على فكره والله العظيم ثلاثه انا ما عندي معلومه في القصه دي ولا اعرف عنها اي حاجه، ولكن النادي الاهلي يتفاوض مع اي حد هو عايزه. مظبوط. طالما عنده او عقده يسمح جوه مصر او بره مصر، طالما عقده يسمح من حقه انه تقول لي كوبري، سيبك من الكلام اللي لا انا هنا بتكلم كصحفي يا كابتن اسلام، مش انت انا بكلمك على اللي بيقول هذا الكلام. ما هو انت عايز تعمل فتنه. انا لو انا بالظبط انا لو فتنه لايه؟ لا خلاص ما فيش حاجه اسمها كده. النادي الاهلي خد لعيبه من النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي لعيبه كتيره جدا راحت من الاهلي للاسماعيلي مباشره، وبالتالي انت بتتكلم في دلوقتي في وقت او احنا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده وقت احترافي، بمعنى ان خلاص اللي عايز يروح يروح، مفيش حاجه اسمها كوبري ولا ما كوبريش، انا من حقي كنادي اهلي اتفاوض مع اي لاعب في العالم، في العالم جوه مصر بره مصر، تركيا في حته هنا في حته هنا، ما عنديش مشكله طالما عقده يسمح وطالما النادي بتاعه يسمح لي. طب هو التوقيت ده المناسب؟ ده اللي انا بربط حته التوقيت. طبعا لا، بس برضو انا دايما مش مع ان يتقالك اصل كباري، لا ما عنديش مشكله في هذه الامور، مفيش حاجه اسمها كباري اساسا، مفيش حد يعني قالك يا راجل انا الحمد يعني انا لسه عايش ما متش، وبيقول لك ده اسلام طلع السعوديه عشان مع مش عارف مين عشان يروحوا فين. انا بسمع الكلام ده وانا قاعد كده، واولادي قاعدين يقولوا لي انت، اقول لهم يا اولاد انا ما الكلام ده انا اول مره اسمعه والله، قال لي امال بيقولوا كده ليه؟ فهي بتوصل لمراحل الكذبه ويكذبها. في مهندس اسمه عفيفي بيقول لك ايه مره، قال لك او مش مره، هو كل ما بيطلع يتكلم على القصه بتاعتي انا والاهلي والزمالك يقول لك اسلام فتح الاتحاد الكوره يوم الجمعه الساعه 12 الظهر، واقسم بالله هذا الكلام كذب بين، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه كذب بين، ما حصلش، لم يحدث. اللي حصل ان انا كنت في اتحاد الكوره يوم الخميس الساعه 12 ظهرا والشيك كان في ايديا، وده كد كل اللي بيتقال في هذا الامر كذب بين وتدليس واضح، ولكن هتطلع تقول ايه؟ ترد على مين؟